وليس بجديد على نظام أردوغان الدكتاتور، هدد أوروبا بفتح الحدود ل 3.6 مليون لاجئ سوري وأن يتم نقلهم إلى أوروبا، حال وصف الاتحاد الأوروبي العدوان التركي على سوريا بالغزو. هنتابع. belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor. Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır, hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. من ناحية الاتحاد الأوروبي، هو حث تركيا لإنهاء العملية العسكرية في سوريا، وأعلن عدم دعمه ومساندته لخطط تركيا لعمل منطقة آمنة للاجئين السوريين. طيب، طبعا في متابعة لهذه التطورات والعدوان التركي على سوريا، بينضم إلينا هاتفيا عبر سكايب من روما أستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، مساء الخير وأهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. يعني بالتاكيد يعني انتم متابعون ايضا للتطورات الحاصله في شمال سوريا والعدوان التركي الذي بدا من راس العين ومر الى تل ابيض على طول الشريط الحدودي الخاص بسوريا في الحدود مع تركيا، وبعمق وطبعا بقصف عشوائي بيستهدف المدنيين. عايز اعرف من حضرتك استاذ محمد، يعني نظره الاوروبيين الى هذه الخطوه من قبل اردوغان. هو طبعا خرج رئيس الوزراء جوزيف كونتي امبارح وطبعا ادان ما يحدث وقال انه هيتسبب في ماساه دوليه. وزير الخارجيه الايطالي لويجي دي مايو النهارده قال على تركيا ان تقف هذا العدوان على الفور، واننا لن نسمح باستمرار هذا العدوان الغير مبرر. أردوغان من خلال هذا هذه التصريحات الأوروبية التي خرجت على نهجها باقي رؤساء الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي، هدد أوروبا بإرسال طبعا الفارين من هذه الحرب، وهو تهديد مبطن بإرسال إرهابيين، لأن أردوغان يريد أن يتوسع في المنطقة ويعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية على حسب ما يزعم. أطماع أردوغان في كل من حوله من غاز في البحر المتوسط، توسع في سوريا، لا يهمه أيضا أي شيء سوى أن يطبق سياسته الدكتاتورية التي تمثل ما طموحاته وأحلامه في المنطقة. أردوغان بهذا التهديد سيفتح النار على نفسه من الاتحاد الأوروبي الذي يسعى دائما أن يضم تركيا إليه، وبالتالي هو أغلق هذا الباب بهذه الفعلة. وأردوغان هو الذي يسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعني ليس طبعا أردوغان بيتحايل عليهم ويعني بيقبل الايادي على اساس يضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي، بالتالي هو اغلق هذا الباب دون رجعه، وبالتالي الاتحاد الاوروبي عرف ان سياسته هي سياسه ابتزازيه، لانه هدد اذا اعلنتم او اذا قمتم بعرقله هذه الحرب ساقوم بارسال ارهابيين. بالتالي طيب طبعا كشف هذا النقاب عن وجهه القبيح.
هذا التهديد الذي قام به أردوغان؟ أولا هي ليست المرة الأولى والابتزاز مستمر، يعني حتى قبل توقيع اتفاقية واحد مقابل واحد، أو هي اتفاقية اللاجئين التي تم توقيعها مع الجانب الألماني ممثلا من الجانب الأوروبي، في يعني يقوم الاتحاد الأوروبي باستضافة لاجئ شرعي مقابل كل لاجئ غير شرعي تقوم تركيا باستضافة، لكن هذه المرة يعني يبدو أنه أردوغان يعني يمارس هذا الابتزاز أو هذا التهديد بشكل أكثر وقاحة من ذي قبل. أولا، هل سيخضع الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز السياسي برأيك، وسيقلل من رد فعله على هذا الاجتياح والعدوان التركي على سوريا؟ والأمر الآخر، ما هي الأدوات التي يمكن أن يتصدى بها الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز؟ بالطبع لن يرضخ الاتحاد الأوروبي إلى مثل هذه التهديدات، لأنها تهدد أمن المواطن الأوروبي والأمن القومي لأوروبا، بأنه يسعى إلى أن يبعث بمراكب المهاجرين الغير شرعيين. بالتالي هذا التهديد لن يبدي معهم شيء، بل سيزيد من عنادهم معهم. بالتالي هو بقتله من أمس إلى الآن 109، هو بيقول إرهابي كردي، أظهر النقاب أنه يتبنى تنظيم داعش، وكشف النقاب عن هذا في أكثر من خطاب. قال احنا سنرسل المجاهدين بتوع داعش، على حسب قوله المجاهدين بتوع داعش الى سيناء عشان ننتقل من الجيش المصري، فبالتالي يعتبر هذا تحريض دولي على امن قومي لدولة. ده بالنسبة لمصر. هنرجع لاوروبا، هذا يضعه تحت طائلة القانون الدولي، ان هو بيهدد اوروبا بارسال ارهابيين او بارسال فارين من الحرب. بالتالي سيتم استخدام إجراءات مشددة ضد تركيا في الأيام القادمة. تركيا بهذا الحدث فقدت الكثير من أسهمها في أوروبا، وبالتالي أردوغان أصبح بالنسبة للمواطن الأوروبي فاقد للثقة وشخص لا يؤتمن. طيب، يعني هنا الكل يعلم انه العلاقات السياسية هي علاقات مصالح في المقام الأول، وبالتأكيد يعني أي قرار تقوم به أوروبا أو الاتحاد الأوروبي هو ينطوي على مصالحها مع الأطراف الأخرى. ما هي حسابات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع تركيا خصوصا في هذا الموقف؟ وهل أوشك رصيد أردوغان على الانتهاء لدى الأوروبيين؟ هو بالطبع يكاد أن يصل إلى حد الصفر في هذا الوقت. أردوغان بيضع نفسه أنه هو ممثل للإسلام، وده طبعا خطأ كبير جدا، لأنه بينعكس على سمعة الجاليات الإسلامية في أوروبا وحول العالم. بالتالي بيقدم الإسلام على أنه دين وحشي ويسعى إلى سفك الدماء. بالتالي ما يفعله أردوغان أفقده من مصداقيته أمام الجميع. المصالح الأوروبية بتسعى في الأساس على أمن مواطنها وليس على التبادل التجاري مع تركيا. فبيتم بالنسبة للميل، الميزان التجاري هو بيميل لصالح أوروبا وليس لصالح تركيا. بالتالي المسؤولين الأوروبيين بيسعوا إلى تأمين مجتمعاتهم في الأول قبل المصالح التجارية، وهذا ما سينعكس على القرارات التي ستأتي خلال الأسبوع القادم. البرلمان الإيطالي قرر عقد جلسة لبحث ما تقوم به تركيا يوم الثلاثاء القادم 15 أكتوبر 10 صباحا، وسيتم الاجتماع وزير الخارجية لويجي دي مايو للوصول إلى قرار إيطالي. جميع الأحزاب الإيطالية دون استثناء أدانت ما يحدث في سوريا، وأدانت هذا الهجوم التركي، واعتبرته هجوم بربري لا مسند له قانوني ولا دولي ولا إنسانية أصلا. شكرا جزيلا لك ضيفي عبر سكايب من روما، سيد محمد يوسف الكاتب الصحفي، أشكرك جزيل الشكر.